وللمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة مارغريت ساروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجليزية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. أولا سيدة مارغريت، بعد التحية، كيف ترين ما تمثل هذه القوافل الإنسانية في إطار مساندة مصر القوية ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني؟ أهلا وسهلا بك. أهلا أهلا بك. بك. الحقيقة إنه دور التحالف الوطني هو دايما قائم على توحيد الجهود، تنسيق العمل علشان نعظم الفائده والاثر، وده ظهر النهارده بشكل واضح جدا في القافله الانسانيه الضخمه نعم. اللي كانت محمد سامح بتقولي بكل انواع المساعدات الانسانيه. ولازم نوضح تاني وناكد ده جاء تاكيدا بتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي اللي عطى ضمن توجيهاته لازم يبقى فيه مساعدات عاجله وسريعه من قوى الشعب كلها، وطبعا قوى الشعب من ضمنها منظمات المجتمع المدني موجود جزء منها كتير في التحالف الوطني العربي التنموي. واحنا سعداء جدا كمنظمات مجتمع مدني متشرفين طبعا نكون جزء يعني بعض المساعدات تخفف من معاناه اخواتنا غزه. نعم سيدة مارغريت، أرجو أن تغيري موضعك حتى نستوضح ما تقولين بشكل جيد. يعني هناك تنسيق واضح بينكم وبين منظمات المجتمع المدني لتفعيل هذه المساعدات، أهم يعني نتاج هذا التنسيق بالنظر إلى ما تشمله هذه القوافل الإنسانية من مساعدات غذائية ودوائية أيضا. احنا منظمات المجتمع المدني اللي موجودين في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي بيضم قرابه ال 34 جمعيه اهليه ومؤسسه اهليه وكيانات خماميه، كل ده بيقدم مع بعض وبيتفق مع بعض انه يقدم خدمات كل مؤسسه بحسب ما تستطيع انها تقدم. وفي الاخر ظهرت الصوره زي ما شفنا النهارده انه القافله الانسانيه بتضم تنوع كبير جدا من المساعدات سواء كان اغذيه، ملابس، ادويه، بطاطين، فبالتالي التنسيق اللي تم في اطار هذا العمل بتاع التحالف مع منظماته انتج لنا هذا التنوع اللي بيغطي اكثر من مجال. نعم، طيب هل هناك من جهود تطوعيه تحتاجونها في هذه الفتره نظرا ل يعني الكم الهائل من المساعدات الانسانيه بجانب طبعا منظمات المجتمع المدني؟ طبعا احنا يعني احنا كمنظمات مجتمع مدني اساسا قائم يعني عملنا المجتمعي على يعني تعبئه الموارد المحليه، تعبئه القيادات والقيادات المتطوعه المحليه من الشباب وحتى من يعني كبار السن، فعملنا اساسا قائم على التطوع اكثر واكثر لمزيد من القيادات المتطوعه من المجتمعات المحليه لدعم هذه الاعمال. نعم، اشكرك جزيلا السيده مارغريت صاروفيم، رئيس قطاع التنميه المحليه بالهيئه القبطيه الانجليزيه وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي.